بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليه
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران؟ فبأي إذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي يطوفون بينها وبين حميم آن؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنة Thank you.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان؟ فبأي يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا
انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنة فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان
الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، فبأي والقمر بحسبان،
والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال الفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربك
ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي كذبان
تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأن قبلهم
فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء كالأعلام؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان؟ فبأي يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران؟ فبأي انشقت السماء فكانت وردة كالدهان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ربكما تكذبان؟
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن فبأي آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال
خلق الجن من مارج من نار فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي يطوفون بينها وبين حميم آن؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنة فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان؟ فبأي متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلام
تكذبان كأن الرحمن الرحيم
فالشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال فخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن ف
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي فبأي آلاء
تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال فخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ
تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي بأي آلاء ربكما تكذبان كأن because
الذبان مدهان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال الفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي لا تنفذون إلا بسلطان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي يطوفون بينها وبين حميم آن؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنة فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان؟ فبأي آلاء تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأن الجلال والإكرام.
صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال فخار، وخلق الجان من مارج من نار. فبأي مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت
الأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي المجرمون
الذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي فبأي آلام
وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال الفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي تكذبان
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي
جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي عينان نضاختان
بأي آلاء ربكما تكذبان؟ شؤور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم.